أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي ومكتبة أبو غازي، وضيفنا متواجد معانا دائما أستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا أبو فهد، حياك الله، دائما سعيد تواجدي معك. إحنا والله اللي أسعد أشوف أنا عندك الملاعب. إي مرحبا بشباب الخليج. إيه هذه دورة الخليج. نعم يعني ثالثة. مرحبا بشباب الخليج، موجهة من حاكم الكويت المعظم رحمة الله عليه، الله يرحمه الشيخ صباح سالم صباح، موجهة من الكويتيين لاستقبال إخوانهم طبعا الفرق الخليجية لمثل ما تفضل دورة كأس الخليج الثالثة التي أقيمت في الكويت. هذه مجلة الملاعب وهي جريدة أسبوعية تهتم بشؤون الشباب الرياضة، صاحبها كان سيمان المضف. سبت 16 الموافق 16 مارس 1974. طبعا كاس الخليج الثالثة سنة 1974 نظمتها الكويت بامتياز، وكانت فيها البطولة من أجمل البطولات، كان فيها نهائي رسمي. نعم. يعني البطولات العادية جارت من الدوري من مرة واحدة. نعم. واللي يحصد النقاط، لكن هذه صار فيها نهائي رسمي وميز. نعم. الدورة أن هناك النهائي بين الكويت. نعم. والسعودية في مباراة نهائية، وكانت الكويت في هذه البطولة من الأوائل. أول دورة قيمت على ملعب مزروع استاد اللي هو استاد نادي الكويت، واول بطوله ايضا اقيمت في النقل التلفزيوني الملون. تذكر بغازي. نعم نعم صحيح. طبعا هنا هاي صوره مميزه للشيخ صباح سالم الله يرحمه، ويلقي طبعا يفتتح الدوره. صحيح. وكذلك صوره للجمهور الشيخ صباح مع كبار الضيوف والجمهور طبعا واقفين يمكن للنشيد الوطني. بسم الله افتتح صاحب السمو امير البلاد دوره كاس الخليج الثالثة لكرة القدم. الحقيقة يعني كذلك الصور يعني خلفية. صحيح. يعني نعلق عليها أنه فعلا يعني شوف الجمهور أبو فهد يعني رجال ونساء وعائلات يعني حاملين أعلام الكويت حول شعار الدولة، كذلك يعني أيضا الطلبة، هناك الطلبة يعني وزارة التربية كانت تهتم طبعا في هذه البطولات، وكذلك الفرق المشاركة بطوابير العرض، الفرق المشاركة بالدورة، والصورة هذه طبعا شعار الدولة الدورة شعار الدورة، وحوله يعني حاملين أعلام الفرق المشتركة بالدورة. يعني صور جميلة الحقيقة، بطولة جميلة وقيمت في أيام جميلة. تتكلم عن فترة السبعينات أبو غازي. نعم. كل متفاعل بالكويت، الميادين تشوف شعارات البطولة في الدواوين، في 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 حتى في مؤسسات دولة الكويت، مؤسسات الحكومية والوزارات تشوف الشعارات، تشوف وين ما تمشي في تلك الفترة كانت أجواء كروية، أجواء جميلة. الكويت كانت سعيدة جدا بقدوم أبناء دول الخليج المشاركة في دورة الخليج التي أقيمت في الكويت سنة 1900 في مارس 1974 على استاد نادي الكويت. نعم طبعا تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد معظم، جرى بعد ظهر أمس بنادي الكويت، طبعا هذه 16 مارس وهو الافتتاح كان 15 مارس نادي الكويت الرياضي، حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة لكرة القدم. وحضر حفل الافتتاح سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد جابر الصباح، وسمو ولي عهد البحرين ووزير الدفاع والقائد العام لقوة الدفاع فيها سمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة، وسمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود اللي هو ملك السعودية. نعم. عسل الله يطول عمره. وسمو الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مدير عام رعاية الشباب بالمملكة العربية، والمستشار الخاص لصاحب السمو الشيخ عبد الله اليابر، وزراء ونواب مجلس أمة ورئيس الديوان الأميري ورئاسة ورئيس أركان عامة الجيش ورجال سلك وجمهور غفير قدر بحوالي 22 ألف مشاهد. يعني هذا في الافتتاح. من الكويت ومن السعودية ومن قطر ومن البحرين ومن عمان ومن الإمارات، كبار وصغار، كان في تفاعل حتى رجال ونساء شباب وشيوخ، حتى حضور الجماهير كان في تفاعل من دول مجلس التعاون، لأن كانت دورة الخليج تمثل يعني شيء مهم بالنسبة. نعم. للشباب الرياضي. أبو غازي نطلع فاصل قصير وبعدين نتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدهم، فاصل قصير وراجعين لكم. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وعنا كنا نتكلم عن دورة الخليج نعم. الثالثة. طبعا شاركوا يمكن في حفل الافتتاح 1400 فتاة بفهد قدموا لوحات خلفية ترحيبية كما قدموا كثير من الهتافات الترحيبية. طبعاً البطولة جرت مباراة الافتتاح بين منتخب الكويت ومنتخب الإمارات، استطاع المنتخب الكويتي إحراز هدفين وفازوا على المنتخب الإماراتي الشقيق اللي أول مرة في تاريخ دورات الخليج لاعب يفتتح بطولتين، اللي هو اللاعب جاسم يعقوب افتتح دورة الخليج الثانية في الرياض هو اللي افتتح أهدافها، والبطولة هذه أيضاً بطولة 74 هو اللي افتتح أهدافها أيضاً الكابتن جاسم يعقوب وقدر أنه يحصد لقب هداف البطولة. نعم طبعا كذلك يعني قدم حوالي 500 شاب عروض رياضية وعروض الجمباز، أطلقت المدفعية عدة طلقات وطيروا بالونات تحمل أعلام الدول المشاركة وصور صاحب السمو أمير البلاد ولي العهد، وبدأ طبعا الحفل بعرض أول شيء عام الفرق المشاركة ثم بتلاوة يعني آيات من يعني القرآن الكريم تلاها أحمد طرابلسي حارس مرمى منتخب الكويت، ثم ألقى أحمد السعدون كلمة اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة المنظمة العليا ورئيس الاتحاد نعم وبسم الله الرحمن الرحيم افتتح صاحب السمو أمير البلاد المعظم الدورة الثالثة، ثم تسلم أحمد السعدون علم الدورة من سمو أمير البلاد المعظم وحمل ستة من طلبة كلية الشرطة ليرفع على السارية المخصصة له حتى نهاية الدولة، ثم تلا مرزوق سعيد رئيس فريق الكويت قسم الدورة وردد يعني خلفه الفرق وردده خلفه الفرق المشاركة. عموما كان الاحتفال رائع في كل شيء تنظيما وإدارة أبو فهد، وبدأت المباراة الأولى في الأدوار التمهيدية بين الكويت والإمارات. كان في هناك خبر طبعا أن جريدة الملاعب احنا قلنا أسبوعية لكن بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة يومية يعني فأصبحت الجريدة يومية لتغطية أخبار صح وتواكب نعم البطولة، وهذا دور الصحافة الحقيقة أكيد أكيد, أكيد ولو ما دورهم كان احنا اليوم يعني ما قدمنا هالبرنامج. هذا اللي قاعد نقول احنا حقيقة. قاعد نقول يعني الدور اللي كانت تقوم فيه الصحافة في تلك الفترة في بعض المجلات والجرائد اندثرت يعني لا نعم. ما له وجود الحين، لكن اللي بقى منها شنو أرشيفها. الأرشيف هذا احنا نحاول احنا يعني ناخذ مجموعة من 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 بعض المجلات وبعض الكتب وبعض الصحف اللي في تلك الفترة اللي نقدر احنا نتفاعل معها ونحاول. هذه صور اخوي فهد جميلة مباريات الافتتاح يعني حقيقة يعني شوف مرزوق سعيد يتبادل الإعلام مع كابتن منتخب الإمارات كان يعني وكذلك الهدف الأول للكويت وصورة الهدف الثاني للكويت ودخول اللاعبين إلى أرض الملعب يعني كلمة لعبد العزيز المخرج مدير الفريق الأهلي يعني يعني طبعا مجلة جميلة يعني جدا وكذلك يعني هناك كلمة رئيس اللجنة المنظمة أحمد السعدون يعني صور للمنتخبات المشاركة. احنا قلنا اللقاء انتهى 2-0 احرز الهدف الاول جاسم يعقوب، الهدف الثاني علي الملا. الحين وصلنا التجوري بغازي. نعم تجوري طبعا عندنا طال عمرك هذه الصورة شوف تفضل صورة لاعب نادي كلاب مصر في سنة 1900 يعني بفترة الثمانينات كان في هناك مهاجم جميل جدا في نادي كاظمة اسمه صالح الرفاعي. صالح الرفاعي كان هداف من الطراز نادر وفي طراز فريد، يعني صالح الرفاعي كان يملك شغلتين، كان مهاري جدا يعني صالح الرفاعي وكان وقتها صلاح الحساوي يعني صالح الرفاعي يمتاز بالألعاب الهوائية وأيضا يمتاز بالمهارات ويعني تحركاته داخل الملعب، وأساسا كان يلعب مع نجوم من أعلى مستوى. أنت تتكلم يوسف سويد، ناصر الغانم، صالح المسند، تتكلم عن حمود فليطح، جمال يعقوب، عادل الخليفي، خالد العوضي اللاعب الجميل جدا في فترة من فترات أيام نادي كالما أيام الثمانينات بداية الثمانينات، وقدر يحصد صالح الرفاعي مع مجموعة من الزملاء على الدوري العام موسمين متتاليين وبطولة مجلس التعاون تقيمة في الكويت مع الكابتن الجميل صالح الرفاعي كابتن نادي كاظمة المنتخب الوطني. نصل إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، مع السلامة.